احنا اتفقنا يعني من البداية انا وياه والاهل واهله متفقين واهلي يعني كل شيء تمام. ايه فرحنا ونقينا يعني المحابس واسبوع تقريبا قبل كتب الكتاب اتصل علينا وفسخ الموضوع. شو فسخ؟ فسخ اي قال انه في عنده اسباب و يعني كان يفهمني بطريقة انه انا يعني مثلا حاجة مرة معاه بطريقة ما اعرف نعم. ما عجبته يمكن نعم. بالنسبة الى يعني غلط ايش عرف نعم, نعم. زين اي ورجع اعتذر مني يعني انه ورا فترة يعني تقريبا من شهرين رجع يريد يفتح الموضوع ثاني مرة ويقول انه مو بايده وما اعرف شلون يعني زين. رفض الموضوع هيك ويقول لي انه مو بايدي و... بإيد من؟ يعني مثل شيء وسوسة ولا إيش عرفني يعني لا سوالف اسمع 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 الله يرضى كم عمرك؟ 25 اسمعي بقول لك حاجة بعض الشباب يكذبون تريدين أكذب عليكي؟ لا لا بعض الشباب يكذبون يأتي يخطبك عقب يقول لك والله عندي ظروف تدري أجتني مكالمة أحدهم قال أنا مصروع مصروع وأنا فيه جن وهذا حتى يخلص من خطيبتي انتهى من خطيبتي خطب واحدة ثانية فبعض الشباب يعتذر يقول لك مش بيدي عندي ظرف انكسرت مصروع وهذا واقع أختي وهذا موجود للأسف لا بس شيخنا أنا حابة فهمك أنه بينه وبين الشاب يعني ظل استمر التواصل لأنه وهذا الغلط لا هذا غلط لا ذل نفسك اللي يبيعك بيعي واللي يحبك صح حبي صح علمتي؟ هاي المشكلة إنه الشعور يعني قصد إنه أنت غلطانة يعني يا أختي الحب مرحبا إحنا مع الحب ومرحبا مع كل طريق يسهل الحب ويسر أمر الحب ويجمع المحبين كزواج لكن لا يوجد حب لا يوجد حب أجعل مقابله الكرامة من الخطأ جدا أن نفهم الحب أن يجعلني لأني أحبك أن تجعلني ممسحة تحت قدميك وتجعل كرامتي أخمص أقدامك الحب يحفظ الكرامة لا يهينها لهذا أختي بعضكم يفهم الحب خطأ أنه لا بد أحيانا من أن أجعل كرامتي تحت قدمه الحب هو من يحافظ على كرامتي فأنت أخطأتي بمتابعة وكذا اللي يبيعك بيعي واللي يحبك صح حبي صح واللي يريدك أعطي عيونك واللي ما يريدك أعطي قفاكي.